حياتنا رحلة طويلة بتفرحنا ساعات وبتزعلنا ساعات، وفي كل الحالات مضطرين نمشيها. أنا عنان سيد، كلية الإعلام جامعة القاهرة، ودي رحلتي. فكرة بسيطة يا عنان وكده، بس هي سريعة قوي زيادة عن اللزوم، والتحريك فيها قليل قوي، وانتي مستخدمة الجرافيك اكتر منه تحريك، يعني على الخريطة اللي انتي عاملاها وكده، كله ستوب موشن، مش فيعني كنا محتاجين نشوف اكتر، بس كتجربة ومش تخصصك طبعا التحريك ده، تجربة كويسة وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. أنا اسمي أحمد السيد فؤاد، كلية إعلام جامعة القاهرة، وفيلمي أنا آسف أنا مش آسف. صون العشرة، ليه أنا الوحدي اللي بكون خايف على مشاعر اللي قدامي حتى وأنا قاعد لوحدي؟ هو ممكن يكون قاعد دلوقتي ولا على باله، بس هو برضه ما ينفعش أخسره، صاحب عمري، كل الصحاب بيتخانقوا ويتصالحوا، معدن الصحاب بيبان في المواقف دي، أنا لازم أروح أصالحه وأقول له أنا آسف. آسف عشان سبتك ومشيت قبل ما تخلص كلامك، آسف عشان حسيت إني مش فارق معاك، مع إني ممكن تكون أنت صح. آسف عشان اتخانقت معاك عشان فاكر نفسي صح، بس أنا عمري ساعتها ما أقولك إنك صح، بس أنا فعلاً آسف. آسف. آسف تاني. هتفضل طول عمرك سطحي وأهبل؟ ده مد ايده عليك، وانت يوم ما قرر تمد حبل وصال يا ابني، ما بقاش في حاجه اسمها صحاب وكلام السيمه ده. المواقف اللي انت بتشوفها في المسلسلات والافلام دي بتكون مكتوبه على مزاج مؤلف، وفي الغالب بتكون سعيده مش تعيسه زيك. ما تقولش تعيس، انت بتعمل لربنا مش لشيء، بتعمل لنفسك مش لحد، ببساطه انت انسان، انسان من غير كرامه. ده انت حتى يوم ما عرفت الكرامه كان الكرامه صاحب. أنا مش فاهم ليه أنت عايز تسميها ضعف وليه الكرامة؟ كل ده عشان عايز أقوله أنا آسف. لأنك عارف إنك مش غلطان، أنت ضعيف. ما تقولش ضعيف،
لا ضعيف، ضعيف بالنسبة لهم. أقول لك ليه؟ تقدر تقول لي ما بيزعلوش من بعض ليه؟ ولو حد زعل منهم بيفضلوا يتنططوا عشان يصلحوه. حتى طريق كلامك اللي بقى يتريقوا عليه وخلوا عندك وسواس انك تتكلم في الشارع للناس تتريق عليك. في جروب الواتساب بتاعكم لما بيحبوا يهزروا يخلوكوا انت مسرح. انا ينفع تبقى منهم ولا عمرك هتبقى منهم. حتى لو انا اللي مش غلطان دايما بحس اني ما ينفعش ان ازعل حد فيهم، لازم اكلمهم كلهم في وقت واحد. عشان كده لازم اقول انا اسف. انا مش عارف هم عاملين لك ايه عشان خايف عليهم قوي كده. ما يقولوا انت المشكله اللي بتقل مني معاك باللي بتعمله ده. بص انا مش اسف لاي حد، مش اسف لاي حد سبته. انا لو اسف انا اسف لربنا بس. سلام. كل واحد جواه صراع بين كفتين، لو سلم نفسه الكفة فيهم هيعيش طول عمره تعيس. احمد كان لازم تهتم شويه بالمونتاج بتاع الفيلم. يعني كايقاع وايز الموضوع. انا ممكن اقول حاجه بس، هو ده فعلا ده زيرو بادجت، لان انا ما كانش معايا عدسه غير 18-55 وكنت بصور. ملوش علاقه حبيبي، يعني احنا بنتكلم في فكره المونتاج اللي بيقطع قطعه هنا، هو ممكن يرجع كام فريم او يزود كام فريم ويقطعها. هي دي ملهاش علاقه بالبادجت خالص، هي ليها علاقه بسنس الايقاع بس. يعني بس واحد بيقول لواحد مش عارف ايه فالتاني بيلف له بعديها يعني واضح ان هو لف بعديها بكتير جدا يعني. فهي دي الفكره. نفس الكلام بالنسبه للتصوير، يعني انت اللي صورت ولا في حد تاني؟ لا، في حد كان مصور الفيلم يعني. ف يعني اتمنى ان اللي جاي ان شاء الله باذن الله. يعني انت عندك حاجه، عندك حاجه حلوه كمان، عايز بتفكر في حاجه ونفذتها، بس اللي جاي بقى التقنيه بتاعته اعلى من كده شويه. اي بص، هي الفكره يعني الفكره لطيفه كده، وفكره الصراع اللي جوه البني ادم ده ما بين ان هو يعمل يعمل كده، وانت جسدت الصراع ده في شخص يعني بقى بيتحاور مع الشخص الاصلي، وده واضح وظاهر، وانت عامل حاله كده. الحياه مش بطاله يعني، بس انت محتاج تذاكر شويه، محتاج تذاكر شويه في البنى بتاع المشاهد، محتاج تذاكر شويه في التقطيع ما بين اللقطات وبعضها، محتاج انك تذاكر شويه في شريط الصوت اللي هو الحقيقه كان المزيكا طول الوقت مستمره بلا مبرر وسخيفه جدا، وانت واخدها من ايه؟ لا هي مش كلها، هي حته بس اللي كانت هو بيلف، هي دي واخدها من فيلم الاصليين. طب اوعى تعمل كده تاني في حياتك،
خد مزيكا اللي هي مزيكا كده مجرده يعني، لكن ما تاخدش موسيقى عمل فني وتحطها على عمل فني. الفكره ان كانت في حاجه بس في دماغي انا عايز احققها، عايز احقق ظهوره ده بشكل ان هو خلاص بدا يبقى حد يسيطر تاني، ملهاش علاقه بالكلام. مش لاقي اللي في دماغي ميوزك فري او حاجه. لا هتلاقي الدنيا عندكم بقت اسهل، انت بزرار كده تدوس عليه تسمع كل مزازيك الدنيا وتنقي اللي انت عايزه على اللقطه بتاعتك. فمن فضلك ما تاخدش مزيكه عمل فني وتحطها على عمل فني تاني. هي فعلا يا احمد الفكره لطيفه قوي، فكره عاوزين نعممها اصلا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ان الواحد يقول انا اسف بشكل مبدئي كده لغايه لما نشوف مين اللي فينا الغلطان. بس هي الفكره انا مع الدكاتره طبعا في موضوع الايقاع دوت، وموضوع انك انت يعني ضيعت وقت في انك انت تبين علاقات، تبين الصراع دوت، ما يعني طول منك، فابتدى يبقى الفيلم يفقد جانب من جوانب الجذب، وانه يتكلم ويكتب يعني بنشوف الكلام وفي نفس الوقت بنسمع الكلام وفي نفس الوقت بنشوفه وهو بيتكتب برضه، يعني ده تضيع لمجهود. كل ده كان بيتخيل الأصحاب في الاخر هو رجع كان سرحان، او هم دول هو دايما الفويس اللي جوه البني ادم بيبقى حاجه عماله، طب انا مش غلطان عشان اروح اتاسف، طب المسامح كريم مش عارف ايه، فهو كل ده كان يعني شغال جوه دماغه. حتى انا بدأ اللقطه الاولى من عند كلمه على الحيط اماجين، اللي هو اللي جاي كله ده خيال في دماغه. تمام، مبروك، وان شاء الله اللي جاي نشوف لك افلام حلوه ان شاء الله. شكرا. شكرا. محمد صبري، كليه التجاره جامعه عين شمس، قبل الكسر. تسول، مجنون، متخلف، عبيط، دي اراء الناس فيا، مع انهم ما سالوش ولو لمره. انا بامان، ايه اللي وصلني لكده؟ هل انا اللي اخترت حياتي ولا هي اللي اخترت؟ واحد عايش حياته كلها بيحلم في وقت اللي بيحلم فيه، بيوصموه بالجنون وبيتهموه بالعبط. أنا قصة من ضمن قصص كتير، عايش وباقي في حواديت كل واحد شافني. أي حد عايز يضحك صحابه بمجرد إنه يوصف لهم شكلي بيموتوا على نفسهم من الضحك، مع إني بني آدم زيهم، يمكن أحسن من ناس كتير منهم. كتب عليا اكل من الزباله واشرب من بواقي ازاز الميه، وقت ما نام اقول للرصيف التاخر عشان انام جنبك.
كان وقت ما يحبوا يهنوني، ويمكن كمان يداس عليا بالجزم. بشحت السيجارة، اللي بيدهاني ما بيعطفش عليا، لا ده علشان يخلص مني، قرفان مني ومن شكل اللي مخترتوش ولا حياتي اللي حبيتها. انكتب عليا موت بالبطيء مع محاولاتي المستمرة في المقاومة، وحياتي اللي بقيت بشوفها من ورا لوح إزاز مضلم وشاح باللون. مع ذلك في قلبي دايما إحساس إنه لسه في أمل، إنه لسه في ناس بتحس بغيرها وقادرين يبسطوا بعض. وأرخص الأشياء في نظر الدنيء أعلاها قيمة في نظر الإنسان. بفكر دايما في اليوم اللي هقابل فيه ربنا، وانا شايل في ايدي قساوه البشر وقلبهم الاسود عليا وعلى اللي زيي، واثق ومتاكد انه مهما كان عذابه نتيجه ذنوبي ارحم بكتير من عذاب البشر ليا، لانه اكرم من اي حد. مش معنى كده اني برمي الحمول على الناس، انا كل عيوب بس محبوس جوا فضة كبير مش عارف اخرج منه. أنا مش طالب غير حقوقي ككائن حي، أتعامل زي أقل كلب بيتربى في بيت. أنا رؤوف اللي محدش رأف بيه. باختصار أنا قابل للكسر.
انت اللي بتمثل ها؟ طب ومال مين بقى اللي كان بيقود الممثل يعني بيقودك وانت بتمثل كده؟ واحد عنده فيدباك عن الموضوع يعني اللي هو مش مخرج هو معايا يعني. ماشي. طيب بص انا يعني الفيلم انت عامل حاله لطيفه كده وفيلم انساني بس انا شايفه ان انا شفت كل اللي انت عملته ده قبل يعني في خلال الفيلم مرتين ثلاثه يعني هو ماشي وهائم على وجهه والناس بتنفر منه قلتها بيمد ايده ياكل من الزباله ويقعد بينام على الرصيف وينام على ورق فانا شفتها فانا شفت كل ده تكرار 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 وبعدين فكره قبل الكسر دي مش عارفه حاسه انها فيها اقحام كده على الموضوع يعني الاسم بتاع الفيلم يعني اقحام على ايه بالظبط يعني كلمه يعني قبل الكسر هو ايه اللي قبل الكسر انا مش فاهمه هو البني ادم ده تعرض لتشوهات نفسيه كتير في حياته فوصلته للمرحله اللي هو فيها دي لا انا ما شفتش طبعا انت جايب لي الحاله بعد ما بعد التشوهات ما هو يعني انا ما اعرفش التاريخ الشخصيه ما اعرفش اي حاجه عن الشخصيه خالص غير انها واحد هائم على وجهه في الشوارع ما عندوش مأوى ما عندوش حاجه فانا شايفه كده يعني دي حاجه الحاجه الثانيه يعني انصحك ان اما يبقى في فيلم ما فيهوش الا ممثل واحد زيك كده انسى بتوع السجاير وبتاع العربيه ده ما يعتبرش ممثل يعني ده يعتبر كومبارس يعني لكن او دور ثانوي قصدي يعني انما يبقى خلي ممثل تاني هو اللي موجود في الموضوع وانت شطارتك في انك انت تعرف تقود الممثل يعني انت ممكن ترد عليا وتقولي اصلا انا حاسس بالموضوع قوي فانا عايز انا اعمله فلكن لما يكون انت عندك ممثل تقدر توجهه علشان يطلع اللي انت عايزه يوصل للناس اعتقد ان دي هتبقى شطارة اكتر ما انت توصل ده بنفسك تمام. شكرا لا استنى صديقي بس عايز اقول لك كلمة بس كويس محمد غالبا اللي بيوصل للحالة اللي وصلها الشخص ده هو بيبقى في عدم وعي تماما ما هو ده اللي أنا كنت بحاول أوضحه بس تمام بس الكلام الناريشن اللي بيتقال من وجهة نظره ده إنسان واعي جدا ده إنسان واعي بحالته واعي بمين وواعي بناس وواعي بربنا وواعي بالناس وواعي بظلم الناس الناس دول بيبقوا سعداء اكتر مننا على فكره لانه مش شايف حاجه اصلا ولا شايف حد تمام. وشايف كائنات تانية اصلا تمام هو في بعالم تاني بيضحك وقت ما هو عايز بيعيط وقت ما هو عايز بيقلع هدومه كلها وقت ما هو عايز هو تمام. هو يعني لانه هو بيوصل لمرحله لانه هو لو عارف ان في مشكله وان في ظلم ناس و هو مش هيبقى بالشكل ده الشكل ده او اللي بيبقوا مربيين دقنهم قوي وشعرهم اشعس وما استحماش بقاله كام سنه وماشي كده في الشارع مع نفسه لا ما بيبقاش بيفكر بنفس التفكير المنظم اللي انت عامله في ناريشن ده انسان طبيعي بس عنده اكتئاب يعني انا كنت بحاول اوصل انه في حاله انه هو ما عندوش وعي في حاجة بتتكلم جواه يعني في حاجة لسه صاحية جواه في حالة التشوهات النفسية اللي موجودة عنده أو الكسورات اللي موجودة عنده هو عنده حاجة لسه صاحية بتتكلم جواه في حد اللي حد اداله المصحف ده نور له الطريق بس هو محبوس مش عارف يفلفص يعني ده اللي أنا كنت قصده في الموضوع بس يعني مش عارف وتاني حاجة ده يمكن تالت فيلم أو حاجة كده اللي هم الأشخاص اللي هم شريرين من أجل الشر بيخرج برضو كان في فيلم تاني شفناه امبارح او فيلمين حد بيخرج بيلاقي حد بيروح ضربه مش فاهم طب هو عمل لك ايه ما يعني هو ما عملكش حاجه ما هو يعني الناس دي ممكن تكون موجوده اللي هو يعني هو موجود عشان لقيت نايم تحت بيته اصطبح بوشه يعني اللي هو انت طبعا حطيته نايم تحت الرصيف مفيش حد بينام تحت الرصيف هو بينام جنب يعني لا انا ما قلتش تحت يعني هو بيقول الرصيف التاخر وانا نام جنبك اللي هو يعني لا مكان نومه كان مكان غريب الحقيقه يعني مكان ركن العربيات يعني كانه ركن يعني جنب العربيه وجنب الرصيف هو كده مش نايم هو كده ركن مش كده شكرا هو اصل الفكره حلوه بس هي يعني عاوزه دراسه وعاوزه تبقى الكاركتر دوت بيبقى ليه ابعاد وليه كلنا بنشوفها طول الوقت في الشوارع وزي ما دكتور اكرم لسه قايل ان مفيش حد بينزل يضرب حد على طول كده يعني بيقول له امشي الاول مثلا بيعمل حاجه في وسائل تانية ممكن تلقى لها ممكن حد يرمي عليه مية عشان يمشيه من المكان دوت من فوق مثلا فهي المنطقيات واستغلال التفاصيل بتاعتك يعني وهو طالع السلم
بتاع الكوبري بتاع المشاة دوت رجله نظيفة من تحت من تحت رجله نظيفة يعني. انت مصور الشط وفي سهم للمسجد الى مسجد كذا وهو ماشي عكس السهم. التفاصيل دي حلو ان الواحد يوظفها في اماكنها، والاجمل منها ان يبقى في منطقية في الموضوع والتمثيل ما يبقاش فيك بالنسبة للادوار السنوية. فلو انت اهتميت بالتفاصيل دي باين الكاركتر بشكل اكثر عمقا شوية، لانه هو مش ما بيبقوش كده، هما بيبقى ليهم تركيبة احنا كلنا بنشوفها، زي ما الدكتور ممكن يقلع ممكن يضحك ممكن يتكلم نفسه بصوت عالي لما بيوصلوا للمرحلة دي. تمام بس تمام، لطيف، فيلم لطيف، مبروك، شكر جدا. أمل أشرف، جامعة عين شمس، وفيلم اسمه منذ رحيلك. أتمنى لو ينتهي هذا الكابوس. بعده غير الخواء والسكون، وأخذت معك كل دفء الدنيا وتركت لي ضوضاء عقلي وساعات من الانتظار الملعون.
ربما أنت في انتظاري أيضا. ربما القدوم إليك أسهل من رجوعك. ربما قدومي سيكون شبيه برحيلك ويحتضنني الموت ونلتقي. من فيكم أحب بقاء الآخر؟ البحر أم أنت؟ منذ رحيلك لا نستاهل نستناك يوم كمان. شكرا شكرا. انت عامله اولا زي ما قلت لواحده زميلتك امبارح انه هو فيلم يبان عليه انه هو فيلم انثوي يعني اللي عامله انثى يعني. انا مبسوطه جدا بتكويناتك بكادراتك، مبسوطه جدا بتوقيتات التصوير طبعا لا يفتى ومالك في المدينه، كمان شريط الصوت الحقيقه انت عامله شغل فيه كويس قوي يعني، ما انتيش معتمده على حنفيه المزيكا اللي بتتفتح من الاول للاخر دي، انما انت منوعه عامله امتى تدخلي مزيكا، امتى تدخلي اهات، امتى تدخلي دقات قلب، امتى صوت البحر، بتوظفي صوت البحر ازاي. فالحقيقه انت مهتمه بشريط الصوت، وده الحقيقه ساعدني جدا لانه مش كتير اللي بيهتم بشريط الصوت وتفاصيله زي ما هو مهتم بالصوره وتفاصيلها. بس مش عارفه ليه انا كنت عايزه لسه، مش عايزه الفيلم يخلص، انا كنت انت خلصيه بسرعه كده ليه؟ لا انا كنت عايزه اكتر، انا كنت عايزه استمتع اكتر بالتابلوهات التشكيليه اللي انت عاملاها يعني، كنت عايزه استمر معاكي شويه يعني، بس بالتوفيق. انت فعلا يا امل عامل فيلم حلو قوي، هو انت اللي مصوره؟ لا المصور كريم موجود هنا، كريم سعيد زميلي في الجامعه. برافو، هو شاطر قوي، وانتوا وانتوا نقيتوا اوقات لطيفه قوي للتصوير وزوايا هايله وفور جراوند وباك جراوند، يعني كل التفاصيل، هو الفيلم على بعضه كله على بعضه حلو يعني، احساسه حلو وتصويره حلو ومونتاجه حلو، تراك الصوت زي ما الدكتوره قالت حلو قوي، فبرافو عليكم فعلا يعني فيلم ممتع. شكرا شكرا. يعني انتوا ليه ما كتبتوش اسم كريم على التترات؟ اسم ايه؟ كريم مش مكتوب اسمه على التترات؟ لا لا مكتوب تصوير كريم سعيد فعلا؟ اه عدى يعني ما شفتوش، بس انا طلعت قبل ما يعني يعني مكملش. انت كمان يعني بتغلوش عليه، الراجل ما شافش اسمه اصلا مكتوب. لا لا هو كريم عامل شغل حلو قوي الحقيقه قوي يعني. انت طبعا مؤكد اختيار الاماكن التصوير بالاتفاق مع مدير التصوير واوقات التصوير، ودي حاجه مهمه قوي 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 قوي، وقت التصوير مهم قوي 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 قوي. بس بعيب عليكم ان انتوا في شوطين ثلاثه كده الحقيقه كان لازم تتصرفوا فيهم، انا ما اعرفش ازاي الحقيقه يعني. الشوط الاخير خالص اللي هو بتوقفه عشان تنتحر، الباك جراوند بالنسبه له كان وحش وحشه غير طبيعيه، الحيطه اللي عليها ناس رسمه دي وبتاع فصلتني من الموضوع خالص. في شوط تاني كلوز اللي هي ماشيه فيه على الارض قبل الشوط بتاع الميه اللي هي الرفلي بتاع الميه ده، في شوط قبليه برضو ال البلاط متكسر وبايظ وحاجات كده، انت عندك اماكن تانية لطيفه، انت المفروض انها رايحه ناحيه الجنه بقى خلاص، انت ملبسها ابيض وحاجات كده. ففي شوطين كده في الجزء الاخير فصلوني الحقيقه نفس. وفي شوط تاني الباك جراوند كانت الشمس برضو التكوين ما كانش مظبوط، وظبط التكوين في نص الشوط يعني عدوه، ما فيش مشكله. ده اللي هو انهي واحد الشوط اللي هو بتاع اللي كانت الشمس بتورو في الباك جراوند. صح تمام. فيعني بلاش الحاجات الصغيره دي، انت عامله حاجه حلوه قوي، فبلاش تبوظ الحاجات الحاجه الحلوه الكتيره قوي قوي دي، لان انا عيني بدات تاخد على الحاجه الحلوه،
عارفه انت لو عامله حاجه كده فتمام خلاص هنعدي، انما عيني خليت على الحاجه الحلوه، لما تيجي حاجه اقل من الحاجه الحلوه دي بشويه لا ما صح مظبوط لا تتنازلي. شكرا. شكرا. صباح الخير، حسام سعيد، جامعة عين شمس، كلية التجارة.
بس اول حاجه انا عايز اعرف هو انت كاتب تترات بالانجليزي ليه؟ نعم مكتوبه تترات بالانجليزي ليه؟ لا والله للاسف مش انا اللي كتبت التتر، انا كنت متاخر فالمصور هو اللي كتبها. طب بلاش النبي عشان انا بعتز قوي باللغه العربيه دي. وانا والله قلت له خليها تايه في النعيم بس هو كتبها بالانجليزي. طيب انا بس عندي يعني انت عامل حاله جميله جدا وعامل يعني الفيلم كمان فيه نضج كده يعني اللي اتفرج عليه يحس انه اللي عامله حد ناضج فنيا يعني. بس طبعا هو الشكل التجريبي ده وفي تساؤلات كتيره قوي بتدور. انا عايز اعرف هو سجين البنت دي او سجين اللوحه دي هي اللي مسيطره عليه وهي اللي حبساه في المكان ده ولا هو المفروض العالم الالوان اللي هو شايفها دي هو ده عالم افتراضي، هو البيت بتاعه او الشقه بتاعته ده الواقع اللي هو عايشه، هو عايز يعيش عالم افتراضي مش اللي هو عايشه من خلال اللوحه اللي موجوده اللي هو رسمها واللي هي موجوده معاه. فهو لما خرج شاف الحياه بالشكل ده حب يعيشها تاني بس هو ده مش العالم بتاعه فما عرفش. بس لا بس انا حسيت ان هي اللي ليها علاقه باللي بيحصل، يعني انا توقعت ان الريشه اللي وقعت دي ولقى فيها المفتاح ان هي اللي اسراه، يعني هي اللي مسيطره واسراه، هي اللي اسراه جواها او جوه المكان ده، وانه باشاره منها ممكن ان هو يخرج لعالم مختلف او انه يلاقي المفتاح فيتحرر من المكان اللي هو فيه. يعني انا فهمت كده، ف يعني حاولت ان انا اجتهد شويه لانه الفيلم يعني يحتوي اكتر من تفسير الحقيقه. بس انت عامل بقول لك عامل روح حلوه جدا. انا بس كنت بستغرب شويه من كاتات، في شويه كاتات في الاخر كده. انت عندك انت باني الكونتينيوتي بتاعتك بتاعت التسلسل او الماتشنج بتاع اللقطات ورا بعض، ما فيهوش الماتشنج اللي متعارف عليه، يعني انت كانك عامل لقطات منفصله ومتصله في ذات الوقت، يعني عامل تكنيك في التقطيع مختلف. بس الحقيقه انا استوعبته في الجزء الاولاني، لكن في الجزء الثاني بعد ما رجع من العالم الملون ده او الايفكت اللي انت كنت حاطه ده، انا شويه بقت بالنسبه لي فكره التقطيع شويه بقت بتعمل لي شرب شويه، شرب جدا وبتاخدني في تشك، خصوصا ان انا ما فيش حاجه بتحصل. انا فاهمه ان هو عايز يروح مثلا يلاقي المفتاح، عايز يروح يلاقي وسيله عشان يرجع تاني للعالم، فانا بحس انها زي ما تكون قطعات مبطوره بس. شكرا. هو حسام انت عامل فعلا فيلم لطيف قوي وحلو قوي وعامل حاله جميله. شكرا. وعندك قدره على انك انت تعمل تشكيل في الصوره وتدي لها معنى، وانت فعلا نجحت انك انت تعمل الحاله دي. بس هي المشكله انك انت ما احتويتش كل دوت جوه موضوع انت فاهم يوصل لنا احنا بقى. كي. يعني احنا استمتعنا بحاجات منفرد لو حتى تشكيليه، اكنك في معرض بتتنقل، معرض حلو قوي بتتنقل من لوحه للوحه للوحه وانت مستمتع جدا طول الوقت، بس مفيش حاله الهدف الرئيسي يعني او المسج يعني مش مسج، حاله انا احسها جوه الحكايه تبقى مربوطه. ده انت هتوصل له، هتوصل له يعني. انت قدرت تعمل الاصعب، ف الأصعب دوت هيخليك تعمل الربط ما بينهم وبين بعض بشكل سهل بعد كده، توصل إحساس. بس برافو عليك، عندك حس تشكيلي ولوني رائع يعني. أنا استمتعت. شكرا. بالفيلم. شكرا. حسام من ده فيلمك رقم كام يا حسام؟ نعم. عملت حاجة قبل كده ولا ده أول تجربة؟ لا ده أول فيلم. طيب أنا ممثل. انت ممثل؟ انا ممثل في كليه التجاره جامعه عين شمس. بس مش انت المخرج بتاع الفيلم؟ نعم انت المخرج. انا المخرج بس مش انا المصور. لا انا عايز احييك عشان النوعيه دي اصلا مش موجوده عندنا في مصر كتير يعني. شكرا. اللي هي اقرب للاكسبيرمنتال يعني، ونوعيه الافلام دي الحقيقه هي موجوده على مستوى العالم كله بس مش موجوده عندنا في مصر. وللاسف ناس كتير يعني مش بيستوعبوا او يمكن احنا كمصريين ما بنستوعبش الموضوع ده. انا عن نفسي حبيت الفيلم جدا. شكرا. في نضج واضح جدا في 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 تقطيعك في الجزء الاولاني، في الجامب كاتس اللي انت عاملها، في التايم لابس اللي انت عاملها. في صوره حلوه، في شطات لطيفه جدا. يعيبك بس ان في جزء من اجزاء كده في النص كان الايقاع راح منك خالص، راح في داهيه يعني. فيعني حاول لو هتعمل ري ايديت تاني تاخد بالك من الجزء في النص ان شاء الله. شكرا. شكرا.
شكرا.